يا مساء الخير على كل مشاهدي قناه اون تايم سبورتس في كل مكان. وصلنا دلوقتي لاخر فقراتنا في الاستوديو التحليلي، الفقره التحكيميه، تعرف فيها على الحالات التحكيميه الخاصه بالثلاث مباريات النهارده. كانوا عندنا في الجوله 33 مع الخبير التحكيمي لقناه اون تايم سبورتس كابتن ياسر عبد الروف. كابتن ياسر مرحب بيك. تحياتي ليك. مرحبا يا كابتن. الحمد لله كله تمام. ثلاث مباريات النهارده طبعا، ولكن نقدر نقول الحالات يعني نقدر نقول قليله بشكل كبير النهارده في ثلاث مباريات قليله، والحمد لله التحكيم كان ماشي بشكل كويس. واعتقد ان الفرق اللي هبطت النهارده اللي بنقول لها هارد لك ما عندهمش يعني كومنتس على التحكيم النهارده، فبالتالي بهني لجنه الحكام على اختيارهم لاطقم المباريات، وبهني الحكام على الحقيقه على ادائهم في المباريات النهارده. ونشوف الحالات اللي معانا، واول مباراه كانت المقاولين والاسماعيلي، وكان الحكام امين عمر ويوسف البساطي واحمد عادل عبد الفتاح، وكان معاهم رابع اسامه اسماعيل واحمد الغندور واسامه السيد. ودي اول حاله عندنا في المباراه. دي كانت فاول وانذار على قبل المقاولون العرب بالظبط، بس هو الحقيقه امين اتصرف فيها بشكل كويس، المخالفه اتعملت، وبعدين هو سمح باستمرار اللعب، كانت هجمه واعده في الحقيقه، وبعدين بعد ما الهجمه انتهت مفيش هنا مخالفه، امين اشار باستمرار اللعب، وبعد خروج الكره ركله مرمى رجع للاعب المقاولين اللي عمل المخالفه بالشكل ده، وبعدين كمان معاه الانذار، وده كلام محترم وكلام سليم من امين. يبقى الانذار هنا مستحق 100% طبعا. نشوف الحاله الثانيه اللي معانا، وهي حاله مهمه جدا، ودي المخالفه اللي موجوده بالظبط كده. الحاله الثانيه اللي معانا وهي حاله ركله جزاء المقاولون العرب. نشوف بقى الحاله، نقف فيها، لا نقف لحظه اللمس بعد اذنكم تمام، علشان هتكلم بس فيها على حاجه كده صغيره. لا ارجع 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 كمان، وبعد الكره ما تتلعب بالعرض نشوف لحظه لمس الكره بالايد ونقف، بس نقف هنا. طبعا مكان امين عمر يعني الى حد كبير هو قريب، ولكن برضو هقول ان الزاويه ممكن تكون بشكل كبير مقفول عليه، ده بسبب الاثنين لعيبه دول، بسبب اللاعب على الاقل اللي هو مد ايده تمام. ولكن امين بيتمرن على ان هو يشوف بتوين بلايرز، فبالتالي ممكن يكون وصل للايد اللي ممكن تكون بره الجسم، فشاف او لمح الايد وهي بتلمس الكوره. ولكن في المجمل القرار سليم، ركله الجزاء موجوده، لمس اليد موجوده، ونشوف الزاويه الجانبيه عشان تبقى اوضح بالنسبه لنا بالظبط كده، هنلاقي ان الايد اليمين خرجت وراحت صحيح في اتجاه الكوره، وبالتالي القرار من امين عمر قرار سليم رغم انه صعب جدا من مكانه ده، ولكن انا هتفق معاه في القرار وهنيه على قراره باحتساب ركله الجزاء. بس الكره هنا راحت الايد ولا الايد راحت الكرة؟ طيب لو رجعنا الكره تحت وهي لسه بتتلعب تمام، قول لي فين ايد المدافع؟ ايد المدافع اهي وراه تمام. طيب لما الكوره بدات تعلى ايد المدافع بتعمل ايه؟ اتحركت ناحيه الكوره. بس بالفعل انت قلت ايه؟ الايد اتحركت ناحيه الكوره، وبالتالي ده مخالفه لمسه يد، القرار سليم من امين وركله الجزاء سليمه.